متأخرة علشان نوفر أكبر وقت ممكن لحضراتكم، لأن إحنا موجودين عشان نسمعكم في جمهور المهنة. أنا أرجو هذا الملتقى أولاً لا يتحدث كثيراً في الماضي، لأن هذه المرحلة أتمنى الحديث في الماضي. ثانياً، أتمنى أن ننظر إلى المستقبل وننطلق من وثائق رسمية. الرؤية المستقبلية مرتبطة بدستور 2014 الذي نص على مجلس وطني للإعلام، هيئة وطنية للصحافة، هيئة قومية للإذاعة والتلفزيون والوسائل الإلكترونية. في خارطة الطريق نصت على ميثاق شرف. أنا شايف الأسرة الإعلامية لا زالت تراوح مكانها. مر 8 شهور على خارطة الطريق، و6 شهور تقريباً أو أقل على الدستور أصبح ملزماً بالاستفتاء عليه، ولم تتقدم الأسرة الإعلامية خطوة إلى الأمام تقول لنا شكل ملف إعلام الدولة المصرية قوم وخاص رايح فيه. دستور نص على مجلس وطني للإعلام، مين اللي يعين رئيسه ما نعرفش، كيف يشكل ما نعرفش. الهيئات والإدارات أول مرة في تاريخ الإعلام المصري يبقى في مجلس وطن مظلة أمبريلا كبيرة جدا، فيها القومي، فيها الخاص، وفيها المطبوع، وفيها المسؤول. إمبراطورية اسمها المجلس الوطني للإعلام. حتى الآن الجماعة الإعلامية، الأسرة الإعلامية ما قعدتش مع بعض ونقول شكل المجلس ده إيه؟ ده مرتبط بالمهنة بتاعتنا، هنشتغل إزاي؟ هيبقى تأثيراته إيه؟ نيكسون أظن صاحب كتاب انتهزوا الفرصة، أنا بقول للأسرة الإعلامية انتهزوا الفرصة. مرحلة انتقالية، البرلمان القادم ما نعرفش الصندوق هيجيب مين، الأجندة التشريعية بتاعته يبقى شكلها إيه؟ أرجوكم نبقى جاهزين دلوقتي، مش بكرة، دلوقتي. الأسرة الإعلامية تحط أجندتها التشريعية اللي تبقى على أجندة أول برلمان. فأتمنى لو أن الأمر يبقى جاهز والمستشار علي منصور يصدر مراسيم بقوانين، مرسوم بقانون للمجلس الوطني، مرسوم بقانون للهيئة الوطنية، وهكذا. إحنا عندنا الجانب القانوني في قوانين الإعلام مرعب. لا زال الإعلام المصري قانون المطبوعات من أيام الاحتلال البريطاني ساري حتى اليوم، حد يصدق ده؟ ساري حتى الآن. الجامعات بيت خبرة مصر، الجامعات قاطرة للتنمية. جامعة بني سويف استشعار للمهمة الوطنية دي بدأت، ومع أول خطوات لسه مع كلية وليدة نقول الإعلام المصري رايح فيه. ده الهم الإعلامي. المهنة الآن ليست أخيرة. شوفوا دلوقتي مين بيشتغل ايه، مين بيعمل ايه. اللي معدي المنشور جنب مدينة الإنتاج الإعلامي بقى مذيع، اللي جايب رخصة معرفش منين بقى صحفي أوحد. ده هم كبير يا جماعة. مفيش مهنة اتبهدلت زي المهنة دي. نقابة الإعلاميين يا دكتور محمد بسيوني، يعني أنا عارف أنت بتحارب، وإحنا بدأنا نحارب ده من 20 سنة أو 30 سنة، أنا في ناسبيرو بدأنا ده مبكرا. ما لم تكن هناك نقابة للإعلاميين ترقى بالمهنة وترعى شؤون المهنة، هنفضل كده. كل اللي معدي من جنب سور مدينة الإنتاج هيشتغل مذيع بعد كده. في مهنة تنظم قواعد الاشتغال بيها. في مشتركات بين الإعلام القومي والخاص. المشترك قواعد مهنة، دي ما فيهاش ده إعلام قومي ولا إعلام خاص. المشترك مواصفات شاغل الوظيفة، ما فيش إعلام قومي وإعلام خاص. في مشتركات بين وسائل الإعلام الخاصة في الدولة المصرية، دي ما حدش يقدر يختلف عليها. وفي مجال التنافسية، في مجال التكاملية. يعني خطاب الرئيس عبد المنصور لما انضمت بعض القنوات الخاصة إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأذيع في وقت واحد، الهم القومي يحصل فيه تكاملية. في مجال الإبداع والفنون يحصل فيه تنافسية. اليوم هذا لكم للحديث في شؤون المهنة، مشكلات المهنة، شكل الإعلام المصري في المرحلة القادمة هيبقى شكله إيه. أنا أتمنى أن نخرج من هذا الملتقى مش بتوصيات، إنما بفرق عمل. كل فريق عمل يبقى حد من حضراتكم موجود، حتى لو حد ما حضرش من الناس اللي دعناهم لحد ظروفهم يتواصل معاهم، تبقى ده فريق المجلس الوطني، ده فريق الهيئة القومية للصحافة، ده فريق ميثاق الشرف، ده فريق أخلاقيات المهنة، ويشتغل في مدونات السلوك.
والفرق دي اتفقوا في نهاية هذا اليوم، وأرجو من معالي الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة يساعدنا في الملتقى القادم زي ما تقولوا الملتقى الثاني، يبقى بعد 60 يوم، بعد شهرين، بعد 3، بس نبقى في ايدينا منتج نقدمه لصانع القرار ونقول له مالكش حاجة، الأسرة الإعلامية توافقت على كذا إن شاء الله. علشان برضو الوقت سريعا أتكلم الآن مع الصديق العزيز الأستاذ جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين، لأن إحنا النهاردة عندنا كممثل لنقابة الصحفيين ممثل للإعلام الرسمي الأستاذ أسامة الشيخ اللي خبرة في الاثنين، فأنا واثق هنشوف حاجات كويسة النهاردة. اتفضل أستاذ جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أنا سعيد بوجود وسط هذه الكوكبة الجميلة. في البداية أتمنى أنا أختلف مع الدكتور حسن. الدكتور حسن بيقول إحنا مش عايزين نتكلم في الماضي، لكن الماضي هو السبب اللي إحنا فيه حالياً. الصحافة المصرية، الإعلام المصري على مدى 30 سنة بعهد النظام الأسبق عانى معاناة شديدة جدا. الصحافة المصرية بصفة خاصة عانت في عهد النظام الأسبق، العديد من الصحف أغلقت، عدد كبير من الزملاء الصحفيين تعرضوا للحبس. الصحافة المصرية في عهد النظام الأسبق تحولت الصحافة القومية إلى عزب خاصة لرؤساء مدارس إدارات ورؤساء التحرير، ظلوا في مناصبهم أكثر من 25 سنة، استولوا على مدخرات العاملين في تلك المؤسسات. يعني لما اتكلم يا دكتور حسن بيقول مش هتكلم في الماضي، واحنا عندنا حاليا مؤسسات ليونها وصلت ل 20 و 30 مليار جنيه مؤسسات صحفيه. طب هنسدد ده ازاي؟ ما احنا بنعاني بسبب الماضي. فاللي عانت منه الصحافه المصريه تحت النظام الاسبق هو السبب فيما نحن فيه الان. ولكن بعد ثورة 25 يناير استبشرنا خيرا بحرية أكثر، ولكن للأسف الشديد أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وشهدت الصحافة المصرية أسوأ عام في تاريخ في تاريخها. لكن منظمة مراسلون بلا حدود أكدت في أكثر من تقرير أن مصر في عهد الإخوان المسلمين شهدت عام أسوأ عام في تاريخ الصحافة المصرية. في هذا العام استشهد أكثر من زميل صحفي، منهم الزميل أحمد محمود، منهم الزميل حسين أبو ضيف. تم اعتقال عدد كبير من الزملاء الصحفيين، تم إغلاق بعض الصحف. فبالفعل إحنا مصر أو الصحافة المصرية عانت في عهد النظام الأسبق، عانت في عهد النظام السابق معاناة صعبة جدا، معاناة شديدة جدا. أنا مع الدكتور حسن نبدأ الآن، ولكن هنبدأ إزاي فعلا؟ إحنا من بعد الدستور عندنا فعلا بتفق مع الدكتور حسن فيما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة والمجلس الوطني للإعلام والهيئة المستقلة للصحافة والإعلام. دول لسه منتظرين قانون جديد يصدر عن مجلس الشعب، مش عارفين القانون ده هيتكلم عن إيه، مش عارفين مين هيعين رئيس الهيئة. ده في صراع من دلوقتي على مين اللي هيجي رئيس مجلس الوطني للصحافة، ومين اللي هيجي رئيس مجلس الوطني للإعلام، ومين اللي هيجي رئيس الهيئة. وكل وقت يعني كلام غريب جدا بدأت تتردد أسماء دلوقتي، لا ده فلان قريب من السلطة عشان كده هيجي رئيس الهيئة. يبقى إحنا ما عملناش حاجة، فعلا ما عملناش حاجة، لأن رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة اللي هيجيبوهم هيبقوا تابعين لهم بالظبط. ما اتغير، مفيش تغيير حصل نهائي. فده أمر حقيقة صعب جدا، ونحن نحتاج فعلا إلى بيئة تشريعية. كل القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام محتاجة تتعدل فورا. عندنا على سبيل المثال قانون صوت الصحافة، القانون 96 لسنة 96، هذا القانون الذي وضع في عهد صفوة الشريف يحتاج إلى تعديل فورا.
عندنا قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 70، هذا القانون الذي مر على صدوره في أكثر من 40 سنة، رغم أن هذا القانون وبأمانة شديدة الذي وضع في عهد نقيب النقباء الأستاذ كامل زهير وكان وقتها الأستاذ صلاح الدين حافظ أميناً عاماً، هو قانون محترم ولكن مع مرور الوقت يحتاج إلى تعديل، يعني عندنا العديد من القوانين تحتاج إلى تعديل. إحنا في نقابة الصحفيين وبأمانة شديدة بنعاني الفترة الأخيرة بالذات من وجود قوانين لا تصلح زي قانون النقابة، قانون 96، لكن فعلا الفترة القادمة تحتاج إلى بيئة تشريعية عاجلة. أهم حاجة في هذا الموضوع هو المجلس الوطني للصحافة، المجلس الوطني للإعلام، لأن ده هم مستقبل الإعلام في مصر. نحن نريد صحافة مستقلة، نريد إعلام مستقل، لكن إعلام مبارك الذي كان يسبح بحمد النظام صباحا ومساء لمدة 30 سنة، وكذلك إعلام رئيس محمد مرسي الذي كان يسبح أيضا بحمد جماعة الإخوان، حان الوقت أن ينتهي. لابد من إعلام مستقل، إعلام يلبي طموحات الشعب المصري. الإعلام المصري فعلا حتى بعد ثورة 30 يونيو الإعلام المصري بيعاني، الصحافة المصرية بتعاني، احنا متابعين في لا يقل عن 10 زملاء صحفيين بينهم نقابيين وغير نقابيين استشهدوا منذ ثورة 30 يونيو، يعني حتى بعد ثورة 30 يونيو الإعلام بيعاني، الصحافة بتعاني، احنا عندنا فعلا 10 صحفيين قتلوا بعد ثورة 30 يونيو، 6 نقابيين و5 غير نقابيين يا استاذ محمد، يعني احنا عندنا ما قلت ما بين نقابيين وغير نقابيين لا يقل عن 10 او 11 صحفيين. للاسف الشديد حتى الان لم يتم القبض على اي من الجماعة. طب مين اللي قتلهم؟ ما نعرفش. يعني احنا لدرجه احنا قدمنا للنائب العام سي دي عليه صوره الضابط اللي هو قتل زميلنا احمد محمود، الكلام ده من بعد ثوره 25 يناير حتى الان لم يتم القبض عليه. شهود العيان بالامس اكدوا ان زمايلنا في اليوم السابع وفي صدى البلد تعرضوا لاطلاق رصاص من الشرطه. زميلتنا مياده اشرف التي قتلت في عين شمس، كل شهود العيان اكدوا انها تعرضت لاطلاق رصاص من الشرطه، لكن احنا للاسف الشديد ضاع يعني دماء الزملاء ضاعت بين الاخوان وضاعت بين الشرطه، وعشان احنا بنتكلم بنقول احنا والشرطه في مركب واحد مش قادرين نقول ان الشرطه اللي قتلتهم، وده امر غير مقبول بالمره. بس بالامس بدات بعض القنوات تتكلم، او بالاخص زميلنا خالد صباح رئيس تحرير اليوم السابع عشان عنده زميل تعرض للاصابه بدا يقول الشرطه، لكن فعلا انا من وجهه نظر شخصيه ان الصحافه عانت في عهد النظام الاسبق على عهد النظام السابق تعاني حاليا. انا شايف المعاناه اللي بتعانيها حاليا معاناه صعبه جدا، لان استهداف الصحفيين اصبح امر غير مقبول بالمره. المره الثانيه انا سعيد بوجودي معاكم واتمنى لكم كل التوفيق. شكرا استاذ ايمان عبد الرحيم نقيب وكيل نقابه الصحفيين، والكلمه الان للاعلامي الكبير استاذ عصام امير رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعه والتلفزيون. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه بشكر الدعوه الكريمه من السيد الاستاذ الدكتور امين لطفي رئيس جامعه التسويق، والاستاذ الدكتور حسن علي الزميل والصديق العزيز علينا، كل تقدير لان جامعه بني سويف الجامعه الاكاديميه الموجوده في صعيدنا الجميل، انها تهتم بشؤون الاعلام وتسعى لتجميع هذه الكوكبه للحديث عن الشان الاعلامي. اعتقد ان ده جهد مشكور منها، ويعني يا ريت ان الجهات الاعلاميه الكبيره اللي موجوده في مصر وخصوصا الاكاديميه منها، اعتقد ان ده دور عليها دلوقتي انها تقود هذه العمليه، خصوصا واحنا في مجال بنتكلم عن مستقبل اعلامي.
اللي احب اقوله ان احنا في مرحله حرجه جدا وفي وقت حساس جدا، وعلينا ان احنا نقتنصه بجد علشان اللي احنا هناخده من قرارات او القوانين اللي هتطلع في الفترات القادمه متهيألي هي اللي هتشكل شكل الاعلام على الاقل لعقود قادمه. علينا ان في نقطه قالها الدكتور حسن في شديده الاهميه. اذا كان الدستور الجديد على الاقل في ثلاث مواد رئيسيه اتكلم فيها عن الاعلام، انشاء المجلس الاعلى للاعلام، عن هيئه وطنيه للصحافه، هيئه وطنيه للاعلام المسموع والمرئي، اتكلم عليهم خلاص الدستور اقر هذه الهيئات. طبيعي ان شكل هذه الهيئات يتحدد بناء على قوانين، لان الدستور بيحمل عباره تفسرها قوانين. طيب زي ما قال نقطة شديدة الأهمية الدكتور حسن، هل نترك هذه القوانين لمجلس النواب القادم الذي لا نعرف حتى الآن ماذا سيكون لونه، أم علينا أن احنا ننتهز هذه الفترة الانتقالية وعلينا احنا آلة الإعلام أن احنا نحط تصور واثنين وثلاثة إن شاء الله نعمل مؤتمر عام بعد كده تتضع فيه كل هذه التصورات، ثم نرفع هذه التصورات بشكل القوانين تجتمع كلها ونصيغها في حاجه نتفق عليها، نحذف من هنا نضيف من هنا، بس نلزم يا اما مجلس النواب القادم يا اما حتى ما ننتظرش مجلس النواب القادم، ناتي الى السلطه التي معها الان حق التشريع وننتهزها فرصه ونقول نحن اهل الاعلام نرغب في ان يكون شكل هيئتنا وقوانيننا المنظمه لهذه المجالس والهيئات بالشكل الاتي واتفقنا عليه. وكده متهيألي نكون كسبنا نقطة كبيرة جدا، إن احنا ليس طعنا في وطنية من سيأتي أو من سيأتي يعني كده، لكن بنقول خوفا من التكتلات السياسية، واحنا عارفين برضه السياسة مصالح، قد يأتي يغلب تيار معين أيا كان، ليبرالي، إخواني، يساري، ناصري، أيا كان، قد يغلب فيرى إن مصالحه إن القانون يبقى بشكل معين أو تبقى الهيئات بشكل معين. خلينا نقول ان احنا لازلنا في مرحلة انتقالية، كله بيتكلم على الصالح العام. ما المانع ان تقوم مثلا زي الندوة اللي احنا فيها، ان دي اكاديمية في كلية اعلام تابعة لجامعة حكومية، ثم هناك كلية اعلام في جامعة القاهرة، ثم هناك العديد، ثم هناك نقابة الصحفيين، للأسف ما عندناش نقابة للإعلاميين، لكن أدينا موجودين احنا نعملها. احنا نطالبك بانك تعملها. لو الأمر بيدي نفعلها الآن، إذا النقابة موجودة. يعني أرجوك وتحديدا يا أستاذ محمد قول لي إيه هي الآليات إن احنا نسرع بإنشاء هذه النقابة، إيه القرار، مين بيده القرار إن كده، وننتهز هذه الفترة وإنشاء النقابة ونضعها موجودة على الساحة. يعني عايز أختصر فأقول إن علينا إن احنا ننتهز هذه الفترة وده الحاجات الإيجابية بمثل هذه الندوات وكده، بس إنها تخلص في النهاية إلى تصور. يعني مثلا تخلص هذه الندوة إن هذه الندوة التي أقامتها جامعة بني سويف ترى إن المجلس الأعلى للإعلام تصورها دي كذا، أعضاؤه يكونوا كذا، مدتهم قد كده، صلاحياتهم قد كده، شكل الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي عاملة إزاي، من يختار القائمين عليها، استقلالها المادي والإداري وعامل إزاي. يمكن شوية نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة عنده الهيئة الوطنية للصحافة اللي هي هتانس المجلس الأعلى للصحافة، احتمال عنده أرضية يقدر يبني عليها، وطبعا بتحكمه أو بتظلله أو بتحميه نقابة عريقة، فيمكن العملية قد تكون له أيسر. المشكلة طبعا عندنا احنا أكبر، لكن المشكلة في البتاع احنا مش عارفين الكيان اللي قد يكون مساعد لنا اللي هو المجلس الأعلى للإعلام، قد يكون في صالحنا جدا، وقد يكون احنا استبدلنا وزارة الإعلام بكائن ديكتاتوري أضخم منه. ده بالعكس، اللي وزارة الإعلام كان تبعها بس الإذاعة والتلفزيون، ده معاه كل حاجة، معاه إعلام عام وخاص، مسموع ومرئي، صحافة ورقمية وصحافة مطبوعة، ومعاه كل حاجة. إذا ما كناش نحط له ضوابط وإيه بالظبط المهام المطلوبة منه، وسوري أنا آسف كلمة تقليم أظافره علشان لا يتدخل فيما لا يعنيه، هذا الكائن قد يتحول إلى دكتاتور، يعني ما أنزل الله به من سلطان. وأخشى أن يأتي يوم
نلاقي الاستاذ جمال عبد الرحيم يقول فين ايامك يا مبارك؟ فين ده المجلس الاعلى للاعلام ده؟ لا انا بقولها على سبيل الطرفه، لكن اقصد اذا ما حددناش شكل الياتنا من دلوقتي انت ما تضمنش ما القادم وكده. علينا ان احنا بس نفعل، ما تبقاش ندوه تقابلنا فيها ساعتين او كده، انما تطلع بتصور زي ما قال الدكتور حسن، بتصور مبدئي حتى، ثم مثلا نشوف جهات ثانيه، نقاط الصحفيين تتقدم بورقه، ثم ندعو الى مؤتمر عام سريع وليكن في غضون شهرين من الان. كل انا برضو حضرت ندوه في المجلس الاعلى للثقافه شعبه الاعلام، والله وعاملين جهد وتصور عليها ان المؤتمر العام ده تعرض فيه كل هذه الاوراق، اذا اتفقنا جميعا يبقى زي امضاء بروتوكولي. انا مثلا احنا ممثلين اتحاد الاذاعه والتلفزيون لو شايفين امضاء مصلحتنا نمضي، الاعلام الخاص لو شايف يمضي، ثم نرفعه الى ساعتها بقى هيبقى في رئيس منتخب قبل انتخاب مجلس الشعب، يبقى حاجه من اثنين، يا اما هذا هو تصور الاعلاميين لشانهم واحوالهم تعرض على المجلس القادم ايا كان بس بالشكل ده، يا اما لو كان لا زال لديه سلطه التشريع ورأينا ان ده في مصلحتنا يطلع بقانون وما ننتظرش مجلس النواب القادم. شاكر ليكم وسعيد ولي الشرف ان اكون وسط هذه الكوكبه الرائعه. شكرا جزيلا للاعلامي الكبير الاستاذ عصام الامير رئيس مجلس امناء الاتحاد الشعبي للتلفزيون، والكلمه الان لمعالي الاستاذ الدكتور امين لطفي رئيس جامعه بني سويف وراعي المنطقه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه برحب بحضراتكم جميعا، بشكر طبعا الدكتور حسن عميد كليه الاعلام على انه هو يعني يجمع الكوكبة الرائعة دي. طبعا أنا في البداية يهمني إن أنا بس واجب عليا من الأستاذ محمد إسماعيل مرحوم، هو نائب رئيس تحرير الجمهورية، وكان عندنا في جامعة بني سويف في ندوة عن الانتخابات الرئاسية كان بتنظمها كلية العلوم السياسية. طبعا بنعز اسرته، بنعز طبعا اسرته الجمهوريه برضه في الجمهوريه، وعاوز اقول حاجه، انا يمكن استاذ في المحاسبه والمراجعه يمكن الوحيد اللي هو قاعد معاكم مش متخصص قوي في الاعلام، لكن انا هقول كلمه يعني من واقع تخصصي وكرئيس جامعه. هو في الحقيقة اقتصاديات الإعلام أول حاجة، أنا من واقع برضه خبرتي وإن أنا بقرأ قوائم مالية ومتدخل في أنظمة بعض يعني واستشارات لمؤسسات إعلامية، أنا بلاحظ أي مشروع طبعا بيبقى مثلا في دورة معينة، أنا بلاحظ إن في خسائر كبيرة جدا حققها مؤسسات الإعلام سواء يعني صحافة أو قنوات. بلاقي مثلا في قيود، يعني مثلا أي صحيفة بتبقى شركة مساهمة بيبقى في قيد مثلا في رأس المال، يعني يقول لك إن مثلا لا يتجاوز نصيب عن 10% من رأس المال. في حقيقة الأمر لما بندخل في الواقع ما بنلاقيش هذا الكلام، يعني بنلاقي أسماء شكلية وبتلاقي مثلا مجموعتين ثلاثة هم اللي إيه أصحاب الملكية. أنا برضك من دراستي للقوائم المالية دي بلاحظ فيه خلل كبير جدا في هيكل التمويل، يعني الكابيتال ستراكشر غريب جدا، يعني رأس المال المصدر أو المدفوع لا يعبر عن الاستثمار في المؤسسة. يعني طب ما ايه اللي بيحصل؟ يعني بيتقال كده كلمة انجكشن ما اعرفش ايه، يعني ايه في فلوس بتمول من فهنا فين ال 10%؟ يعني واضحة جدا، يعني أنا شايف إن الجزء الأولاني
فيما يتعلق بمؤسسات الاعلام والصحافه انا شايف ان لازم تتطلب يعني اعاده نظر. يعني زي ما قلت هيكل التمويل غير معبر تماما ذات نفس قيود راس المال حاجه غريبه جدا. يعني انا يعني ارجو ان الموضوع ده ينال الاهتمام. يعني الموضوع الثاني يمكن انا يعني نقول اخلاقيات العمل الاعلامي. يعني اي مهنه مؤكد بتبقى فيه ليها اخلاقيات واداب وسلوكيات للمهنه. يمكن سمعنا ان يمكن في الفتره الاخيره مشروع او كده، بس طبعا لازم هذا الدليل او النصاب ده لازم ينال التوافق المجتمعي بالكامل عليه. يمكن انا بيحضرني الرئيس بقى السادات، يمكن انا سمعت الرئيس مبارك كتير، يمكن السادات قال في السبعينات الصحافه سلطه رابعه. انا ما اعرفش لو هو عاش يعني كان هنقول الاعلام لانه بيأثر طبعا في السلطات الثلاثه اللي احنا موجودين، بيأثر تأثير كبير جدا. يعني حتى سلطه تنفيذيه قضائيه الى اخره بيأثر تأثير كبير جدا الاعلام. ما اعرفش يعني الاعلام دوره، طبعا لازم أأكد على انه كان الاعلام له دور ايجابي كبير في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، يعني كان ليه تأثير كبير. لكن طبعا لازم كلنا نعترف نتجنب ان في تأثير ايجابي مؤكد فيه تأثيرات سلبية. يمكن بنبص نلاقي اي حد ممكن يطلع في قناة ويقول كلام خطير جدا. ويمكن انا دايما اقول يعني يمكن في العالم دول العالم الثالث في عنصر غائب بشكل يعني كبير جدا اللي هو عنصر الاكونتابيلتي. يعني عندنا المحاسبه مش موجوده في دول العالم الثالث. يعني حتى لو قلنا جزء في الدايره بيتفعل لكن باقي الاجزاء ما بيتفعلش، فبالتالي تحصل حاله من الفوضى. وده طبعا بيأثر على العدل، بيأثر على حاجات كتيرة ممكن يعني يعمل تأثيرات سلبية. لكن لازم يعني مؤكد إن الإعلام كان له دور كبير في ثورة 25 وبصفة خاصة ثورة 30 يونيو. يعني أرجو إن يحصل توافق على ميثاق العمل الأخلاقي الإعلامي لأن ده مهم جدا. يعني أنا طبعا بختم برضك الكلمة انه باكد طبعا على ترحيبي كبير بحضراتكم كلكم شخصيات يعني كبيره ورائعه، وباكد على شكري برضه لسعاده تعميد الكليه الدكتور حسن ان اجمع الكوكبه دي وكل الفريق اللي عمل الشغل معاه. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله. شكرا لمعالي استاذ دكتور امين لطفي رئيس الجامعه. اسمح لي ان ارحب ايضا استاذ اسماعيل الششاوي رئيس مجلس امناء اتحاد اذاعه التلفزيون السابق. واحنا النهارده على الطاوله ثلاثه رؤساء مجلس امناء، يعني مجلس حرس كبير. وحاليا ايضا يمثل اتحاد اذاعه الدول العربيه يعني ولا زال. يعني اسمحوا لي في دقائق سريعه كده بريك سريع. واحنا زي ما احنا يراس الجلسه خاصه باذاعه التلفزيون استاذنا الكبير استاذ اسامه الشيخ يتفضل ان شاء الله، وهنبدا على التوالي مع بعض باذن الله.
معالي الإعلامي الكبير الأستاذ عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أهلا وسهلا بك. أهلا بك صديقي العزيز، زيك بشرف بيك على فكرة في النهار وفي اللقاءات، إن أنا دايما ليك دايما عنصر مشارك وفعال أنت وقناتك الجميلة. الله يخليك يا فندم. أستاذ عصام، النهاردة حضور مميز وحضور عدد كبير من الإعلاميين بيهتموا بالقضايا الإعلامية. رعاية جامعة كبيرة، جامعة بني سويف، لهذا المؤتمر بيعني الكثير، واهتمام الوسط الأكاديمي بالأداء الإعلامي له أيضا مردود كبير. كيف تجد هذا اللقاء؟ أولا بجد دي حاجة زي ما حضرتك استهليت اللقاء، إن بجد مصر اتغيرت، يعني إن تهتم جامعة والأكاديميين بهموم أو بشؤون الإعلام، وتهتم جامعة في الصعيد جميلة زي جامعة بني سويف إنها تساهم ولو بقدر في حل أو في طرح أو وضع تصورات جديدة لمستقبل الإعلام، أعتقد ده بجد دليل على إن مصر بتتغير، وبإذن الله تعالى تغير للأحسن. اهتمام محمود، الأكاديميين أولا يعني في الفترة الحرجة اللي احنا بنمر بيها ووضع تصور للقوانين، وقبل كده كان قوانين في الدستور، بعد كده بنأمل لقوانين من خلال مجلس النواب لتنظم المهنة وتنظم عمل الإعلام المسموع والمرئي في ظل إنشاء مجلس أعلى للإعلام، هيئة وطنية للإعلام المسموع والمرئي. بإذن الله تعالى مثل هذه الندوات ومثل هذه الأكاديميين هم أولى الناس إن هم يحتضنوا هذه الهيئات، لأن هم محايدين إلى حد كبير، وهم أساتذة أفاضل إلى حد كبير، وهم اللي عندهم الملكات الإعلامية للاستماع لوجهات النظر المختلفة. ثم مصب ده كله في تصور بإذن الله تعالى لشكل هذه المجالس والهيئات اللي هي هتنشأ بإذن الله، بحيث ان احنا ما نفاجأش عند انعقاد مجلس النواب يا ترى نعمل ايه في ده، نقول لهم لا في تصور، ادي بتصور عاملة جامعة بني سويف في احد ندواتها، ده عاملة جامعة القاهرة، ده عاملة نقابة الصحفيين، ده بإذن الله عاملة تصور عامله مجموعة من الاعلاميين او مثلا نقابة الاعلاميين تحت التأسيس الاعلامي المسموع والمرئي، بحيث ان المشرع يبقى معاه وجهات النظر المختلفة وفي نفس الوقت اللي طالعة من أبناء المهنة، وبإذن الله تعالى نتوصل إلى أحسن حل. يعني الفترة القادمة فترة حساسة للغاية، وانتخابات رئاسة الجمهورية على الأبواب، كيف يستعد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بانتخابات رئاسة الجمهورية، وكيف ترى الأداء الإعلامي في هذه الفترة المطلوب منه؟ نستعد بحاجات رئيسية، مبادئ الموضوعية المهنية الشديدة، إن احنا ممثلين لكل الشعب المصري، كل المرشحين عندنا سواء، يجب ان اول ما تخلص اللجنة الانتخابية وتقول هؤلاء هم لستة المرشحين التي تم اعتمادها، على الجميع ان هو يحظى بنفس الفرص بنفس المساحات بحملات وتغطى بشكل مناسب. اعتقد برضو ان احنا بصدد انتاج عدد من البرامج المحترفة اللي هي تساعد اللي هو المواطن المصري انه يتعرف على كل زوايا المرشح وكل اراءه وتصوراته او ورقة عمله اللي هو طرحها، بحيث انه لما يختار يختار وهو الامور واضحة تماما، ما فيش حد ما خدش فرصته، ما فيش حد ما لم يغفل. واعتقد ان احنا سواء احنا او الاعلام الخاص للامانة بيبذل مجهود كبير، وباذن الله تعالى تمر العملية في احسن شكل واحسن تصور. استاذ عصام الامير، اخر سؤال لحضرتك، معلش احنا بنطول على حضرتك، ولكن اهتمام الاعلاميين داخل اتحاد التلفزيون بما يمكن ان تسير اليه هذا الكيان الكبير بعد وجود هيئه وطنيه للاعلام، كيف ترى في ضوء هذه المستجدات وفي دور الدستور الجديد؟ ارى ان المستقبل جميل، يعني يكون وجود هيئه بعد كده باذن الله تعالى هي اللي بتمثل اتحاد الاذاعه والتلفزيون، لها الاستقلال المادي والاداري. هذه كانت في يوم من الايام احلام لينا، نحن ندير شؤوننا، نحن وفقا للسياسات وفقا للموارد المتاحة دون أي ضغط من جهة أو من قوة سياسية معينة. أعتقد أن الحمد لله تعالى أنا لينا بإذن الله تعالى الفترات القادمة أن احنا نستمتع بهذه الحرية، واللي ليس لها أي حدود إلا مواثقنا بإذن الله تعالى اللي نعملها، مواثق المهنية والموضوعية، مدونة السلوك اللي احنا بنحطينها لنفسنا، وإحنا اللي حطيناها وإحنا اللي بنطبقها على نفسنا دون ضغط من اي قوة سياسية معينة سواء كانت في الحكم او برا الحكم. الاستاذ عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري، بشكر حضرتك فندم على هذا اللقاء الطيب ومزيد من التوفيق. لي الشرف ومتشكر جدا جدا، شكرا.
حلف للي عادينا بلدي ولادي كمين بلدي قدم هذا المؤتمر أعزائي المشاهدين العديد من التوصيات والمقترحات والرؤى المستقبلية لمستقبل الإعلام المصري في عدد كبير من المجالات وبأراء كثيرة من رجال الإعلام ورجال العمل الأكاديمي الإعلامي. إلى أن نلقاكم أعزائي المشاهدين، لكم منا ألف تحية وإلى اللقاء.